أهلا بكم في السلطة الرابعة، والذي نستعرض فيه دوما أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعالمية والمواقع الإخبارية حول اليمن. في العربي الجديد، الإمارات تحتل 9 مواقع اقتصادية في اليمن وتدمر الإيرادات. موقع الحرة يكتب: انسحاب السودان من اليمن أسباب خارجية ومخاوف من لعبة المحاور. في صحيفة الشرق الأوسط، توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الثلاثاء المقبل. على وقع احتجاجات شعبية متزايدة بمدينة تعز ضد الفساد وتردي الخدمات العامة، أعلنت السلطة المحلية فيها عن إحالة 3 مسؤولين إلى التحقيق بتهم وقضايا فساد في سابقة هي الأولى منذ ثورة 11 من فبراير لعام 2011، إضافة إلى الحرب الداخلية التي أعقبتها في سبتمبر 2014 والتي لا زالت حتى الآن. إذن علم موقع يمن شباب نت أن هناك 4 مسؤولين آخرين أحيلت ملفاتهم أيضا إلى نيابة الأموال العامة تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، وذلك من أجل محاكمتهم بتهم فساد وعبث بالمال العام. كما أن هناك ملفات لمسؤولين آخرين يتم العمل على استكمالها. ذكرت المصادر للموقع أن 4 مسؤولين آخرين تمت إحالتهم وإحالة ملفاتهم إلى النيابة، وهم مدير عام الواجبات حسن المجاهد، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرقات عبد الحكيم الشميري، ومدير عام المسالخ السابق محمد الشوافي، ومدير مكتب صندوق النظافة والتحسين السابق حسين المقطري، رغم مرور 4 أيام على توجيه وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي بإحالة المسؤولين الثلاثة المذكورين سابقا إلى القضاء، إلا أن المتظاهرون يستعدون لتسيير تظاهرة جديدة حاشدة لضمان الحياة الكريمة وعدم تفاقم الفساد، وفقا للمحامي عمر الحميري رئيس اللجنة التحضيرية للاحتجاجات. ميليشيا الحوثية الانقلابية منعت عقال الحارات والمشايخ والواجهات الاجتماعية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، منعتهم من مغادرة الأحياء السكنية دون تصريح من الميليشيا الحوثية. إذن حصل موقع العاصمة أونلاين على نسخة من قرار الميليشيات الحوثية الذي يمنع المشايخ وعقال الحارات والأسواق العامة في أمانة العاصمة من السفر أو الغياب عن الحارة أو الحي أو المديرية إلا بإذن مسبق من قطاع شؤون الأحياء. قال الموقع في التقرير الذي نشره على إحدى نوافذه إن ميليشيا الحوثي ألزمت العقال والمشايخ بالتواجد في الحارات والأحياء والمديريات المكلفين بها في استبعاد جديد وتضييق يضاف على المواطنين في مناطق سيطرتهم، ويذكر بأن ميليشيا الحوثي كلفت عقال الحارات والمشايخ برصد وملاحقة المواطنين والتجسس عليهم ومراقبتهم. وفي مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل تحضيرات واسعة لميليشيا الحوثية الانقلابية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها لأحياء أو إحياء فعالية المولد النبوي المزمع إقامتها السبت المقبل في 9 من نوفمبر الجاري. في هذا السياق قال الكاتب نبيل سبيع بأن الحوثيين يستخدمون المولد النبوي كمناسبة للجباية، جباية أموال الناس وأرزاقهم، ويجبرون كل التجار ورجال الأعمال وأصحاب المحل كبيرها وصغيرها على دفع أموال باسم المولد النبوي، كما يجبرونهم على تحمل نفقات للافتات احتفالية وتعليقها فوق محلهم وفي الشوارع. أوضح سبيع في منشور على صفحة فيسبوك أن ميليشيا الحوثي أجبروا حتى المنظمات المدنية على الاحتفال بالمناسبة، موضحا أنهم حولوا المولد النبوي إلى احتفال إجباري وإلى هراوة غليظة فوق رؤوس اليمنيين ومناسبة لجباية أموالهم. تابع سبيع بسخرية: ارحموا النبي قليلا يا من تدعون أنكم أحفاده، ارحموه قليلا من دماء الناس وأموالهم التي تسفكونها وتنهبونها من دون رحمة ولا وازع ديني. قال كذلك:
تضامننا مع كل يمني ويمنية يعيش في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لكن تضامننا الأكبر مع النبي صلوات الله عليه أمام كل أنواع الإساءات والأذى أو الإساءات والأذى التي تناله وتنال اسمه من الحوثيين ومن على شاكلتهم في عموم المنطقة. نشر موقع المصدر أونلاين تحليلاً خاصاً على موقعه، قال فيه: يبدو من الواضح أن اتفاق الرياض تضمن بشكل رئيسي إعادة تنظيم وترتيب مؤسستي الجيش والأمن جنوبي البلاد، وهي محاولة من الرياض لمعالجة آثار مواجهات أغسطس وسبتمبر بغية التركيز على الحرب مع الحوثيين. إذن قال الموقع في مقتضب ما ذكره ومقتضب تحليله أيضا بأن السعودية نجحت في جذب المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة في حكومة محاصصة حزبية طبعا، حيث سيتحصل على حقيبتين أو ثلاث، بينما سيعين بعض القادة العسكريين والأمنيين الموالين له في مناصب بوزارتي الدفاع والداخلية. ويبدو من الواضح أن قبول الانتقال بهذا الاتفاق تقف خلفه عوامل عديدة. أشار موقع المصدر أونلاين إلى أنه من الواضح أن الرياض ستتعامل بحزم وستحاول الاستفادة من أخطاء جارتها الإمارات لأن أي محاولة للعودة لما قبل يوم تنفيذ الاتفاق سيكلف السعودية كثيرا، لا سيما قرب حدودها الجنوبية، إضافة إلى فشلها جنوبا سيجلب لها مزيدا من المشاكل أمام الإقليم. بيّن الموقع في تحليله المطول أيضا أنه بالنسبة لحضورهما في عدن سيفقد الطرفان عوامل القوة لهما والتحرك بشكل منفرد ومستقل، إذ أن صياغة بنود الاتفاق تشير إلى نفوذ سعودي في الملاحق السياسية والعسكرية والأمنية، ما يعني أن الوجود العسكري السعودي في عدن لا يتعلق بعملية الإشراف والمراقبة فقط، ولكنه ربما يصل إلى الضغط العسكري على الطرفين لتنفيذ الاتفاق بشكل فعلي على الأرض. كشفت مصادر لموقع اليمن نت أن توقيع اتفاق الرياض يتم إلى أجل غير مسمى بعد إرسال الحكومة الشرعية رسالة شديدة اللهجة للمجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة بعد أحداث سقطرة، حيث تحاول أبو ظبي إسقاط السلطة المحلية في سقطرة. إذن قالت إحدى المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لموقع اليمن نت إن الرئاسة أبلغت السعودية بأنها ستواجه ميليشيا الإمارات في أبين وعدن في حال استمر تحرك أبو ظبي في سقطرة ومحاولة السيطرة عليها. قال مصدر آخر للموقع إن الإمارات أبلغت السعودية كذلك بأن القوات الحكومية تقدمت في أبين، وكان الرد الحكومي بأن الميليشيا الموالية للإمارات استفزت القوات الحكومية وحاولت السيطرة على مواقعها مضطرها إلى تأمين مواقعها. ولفت المصدر إلى أن الحكومة الشرعية كذلك بعثت للسعودية رسالة تتهم فيها أبو ظبي بتخطيط لاغتيال وزير الدفاع محمد المقدشي، وكان قد نجا يوم الثلاثاء من هجوم صاروخي استهدفه خلال الاجتماع. موقع العربي الجديد قال إن اليمن يدفع فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة وتحت الاحتلال الإماراتي منذ 5 أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، إضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي. بيّن الموقع كذلك في تقريره أن الحكومة اليمنية رضخت للضغوط السعودية الشديدة التي أجبرتها على الموافقة على مسودة اتفاق جدة قبل تضمينها لمطالبها الرئيسية التي تأتي في طليعتها ضرورة انسحاب الإمارات من المواقع الاقتصادية 9 التي تبسط أبو ظبي عليها وتسيطر عليها في اليمن. يرى الباحث الاقتصادي عمار السماوي أن أحد الأهداف التي عملت دولتا تحالف على تنفيذها منذ أول يوم من تدخلها في اليمن يتمثل في عزل البلاد اقتصاديا ورفع يد الدولة عن التحكم في مواقعها الاقتصادية السيادية وإدارة الموارد العامة، وتم ذلك كما يقول بالتوازي مع خطة محكمة لإفقار الشعب وربطه بشكل تام بالمساعدات الإغاثية عبر مركز الملك سلمان والمنظمات الإغاثية الدولية.
من جهته قال عميد كلية الاقتصاد والأعمال في الجامعة الأهلية الخاصة مصعب الأغبري، قال بأن الإمارات عملت على تقويض عمل الحكومة اليمنية في عدن منذ أن اتخذتها عاصمة مؤقتة في العام 2016 وإنشاء كيانات عسكرية خارج إطار الدولة اليمنية، بالإضافة إلى منعها من إنتاج وتصدير النفط والغاز وإدارة موارد الدولة نتيجة تحكم الإمارات بمواقع الإنتاج ومنافذ وموانئ التصدير. أثار سحب القوات السودانية من اليمن بشكل مفاجئ سحب مصادر أو بحسب مصادر إعلامية تكهنات كثيرة عن الدوافع والأسباب، سيما أنه يتزامن مع انسحاب مماثل للإمارات من عدن وتوجهات من جانب السعودية للحلول السلمية. يرى المحلل السياسي حسن بريكا لموقع الحرة إن قرار سحب القوات السودانية من اليمن أو تقليصها مرتبط بعاملين خارجي والثاني داخلي. أوضح بركيا لموقع الحرة: أعتقد أن العامل الخارجي كان حاسما في سحب هذه القوات ومرتبط تحديدا بالضغوط الدولية على السعودية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية، يضاف إلى ذلك كلفة الحرب الاقتصادية الباهظة على الدول الخليجية. وأشار الموقع في تقريره إلى أنه لا توجد حصيلة رسمية عن عدد القوات السودانية المشاركة في اليمن، لكن بعض المصادر تشير إلى ما بين 30 إلى 40 ألف، وغالبيتها من قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في دارفور غربي السودان. في صحيفة الشرق الأوسط قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أثمرت في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. أضاف آل جابر بأن مراسم توقيع اتفاق الرياض يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر الحالي ستجرى بقيادة ولي العهد السعودي وحضور كل من الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. من جانبه أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض ستشهد حضور قيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء. هذا وكان وزير الإعلام اليمني قد نفى الخميس ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول رفض الحكومة الشرعية التوقيع على اتفاق الرياض، حيث أكد أن ما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على الاتفاق يهدف لخلط الأوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام. وفي الختام أترككم مع كاريكاتير هذا اليوم.